بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. ان شاء الله النهاردة فيديو من الفيديوهات المهمة هنتكلم فيه عن منتج من اهم المنتجات او الادوية البيطرية اللي ممكن نستخدمها للحمام. لو انت عندك الحمام مريح ما بيبيضش، لو عندك النوتي بقت تبيض بيضة واحدة، لو عندك البيض بيطلع مش مخصب، لو عندك البيض بيبقى مخصب بيضة وبيضة لا، فان شاء الله المنتج اللي هنتكلم عنه النهاردة بيحل كل المشاكل دي بإذن الله. منتج قوي جدا جدا جدا، بس اهم حاجه ان انت تركز في الفيديو ده وتعرف ازاي نستخدمه لايه من الحمام اللي موجود عندنا، وبنستخدمه كل قد ايه عشان تعرف تستفيد منه اقصى استفاده وما تهدرش فيه على الفاضي. فيا ريت قبل ما ندخل في الفيديو والشرح العملي ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على قناه جديد. ويلا بينا نبدا بسم الله، وما تنساش تصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعة المنتج اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، اسمه ايفيت ليكويد، تمام كده؟ طيب الايفيت ليكويد ده عبارة عن ايه؟ الايفيت ليكويد ده يا جماعة عبارة عن سيلينيوم ايطالي. سيلينيوم ايطالي ده من اقوى المنتجات البيطرية الايطالية اللي استخدمتها في حياتي في تربية الحمام، من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدمها. يعني لو انت عندك زي ما قلنا كده الحمام ما بيبيضش خالص، فده بإذن الله محفز للخصوبة. طيب ده عبارة عن ايه؟ هقول لك دوت عبارة عن فيتامين ه، تمام كده، بنسبة 91%. فيتامين ه من أقوى الفيتامينات اللي بتشتغل على علاج الخصوبة سواء في الذكر أو في النتاية، وبتشتغل على رفع المناعة سواء في الذكر برضه أو في النتاية أو في أي حمام موجود عندك، تمام كده؟ يبقى ده أول حاجة بيرفع الخصوبة، تاني حاجة بيرفع المناعة، تمام كده؟ طيب المادة التانية اللي فيه هي السيلينيوم، والسيلينيوم برضه من أهم المواد اللي بتشتغل على تحفيز الخصوبة سواء في الذكر أو في النتاية، وبتشتغل برضو على رفع المناعة وتحسين النمو في الحمام، تمام كده؟ طيب دول المادتين الأساسيين اللي موجودين فيه وتركيزاتهم عالية جدا جدا، تمام كده؟ فده إن شاء الله بنستخدمه بحذر، يعني ما ينفعش إن أنت تستخدم منه جرعات مضاعفة، تمام كده؟ ولا ينفع إن أنت تستخدم منه فترة طويلة جدا، فلازم تعرف إزاي تستخدمه، الجرعة بتكون قد إيه وبنستخدمه لمدة قد إيه. فقبل ما نعرف إزاي نستخدم السيلينيوم الإيطالي لازم تفهم حاجة. لو انت عندك الحمام مريح بسبب ان الحمام عنده ديدان، فلازم ان انت تعالج ديدان الاول، لازم تكون متاكد ان الحمام ما فيهوش ديدان عشان لما تستخدم له اي ادويه محفزه للخصوبه تقدر ان انت تستفيد منها. تاني حاجه تتاكد ان الحمام مش في فتره قلش وتغيير ريش وفتره ترييح، لان الحمام بيريح وبيبطل بيض وبيبطل انتاج لما بيكون في فتره تغيير ريش وتجديد عنقود البيض، تمام كده؟ فطبيعي ان الحمام في الفتره دي بيريح. تالت حاجة لازم تأكد منها إن الحمام اللي عندك ما يكونش مريض بأي مرض هو اللي منعه عن الإنتاج، تمام كده؟ فطبعًا التلات حاجات دولت لو اتجنبناهم بعد كده هنبدأ إن إحنا نستخدم السيلينيوم من الحمام، لأن هو زي ما قلنا محفز للخصوبة، هو مش مادة سحرية هتحطها للحمام هتخلي الحمام يبيض، لأ هو دواء بيحفز الخصوبة سواء عند الذكر أو عند النتاية، فهو عند النتاية هيخلي النتاية تجمع بيض وهيخلي النتاية تبيض، يعني بينشط المبايض عند النتاية. في الذكر طبعًا بيحفز الذكورة عند الذكر وبيزود عدد الحيوانات المنوية وبيخلي الحيوانات المنوية اللي عنده سليمة، فالذكر بيخصب تخصيب سليم بدون أي مشاكل، تمام كده؟ طيب جرعته قد إيه؟ هقول لك السيلينيوم الإيطالي ده لو إحنا هنستخدمه على المية هنستخدمه 1 سم على كل لتر مية ونشرب منه الحمام كله، وهنشوف دلوقتي عملي مع بعض أهو. يلا نشوف مع بعض هنستخدمه إزاي عملي. ده جالون مية يا جماعة فيه حوالي 3 لتر مية، يعني هحط على ال 3 لتر دولت 3 سم من السيلينيوم الايطالي ده. طبعا السيلينيوم الايطالي اللي معانا النهارده ده ماده تقيله ولزجه، لازم تاخد بالك عشان ما تجيبش نوع مضروب، هو شبه الزيت اهو يا جماعه، شبه زيت الطعام، بص كده شبه زيت الطعام، فلازم تتاكد ان انت جايب حاجه اصليه مش حاجه مضروبه عشان ما تجيبش حاجه تضر الحمام بدل ما تنفعه او يكون ملهاش اي افاده، تمام؟ وهنعرف سعره كام وهنعرف نجيبه منين دلوقتي. اهو يا جماعه خدت شويه في الغطا هنا وهسحب كده بالسرنجه 3 سم على ال 3 لتر ميه، بص كده 3 سم اهم على ال 3 لتر ميه، تمام؟ خليك معايا كده اهو 3 سم على ال 3 لتر ميه كده ونقلبه. طبعا لما بتحطه على الميه هتلاحظ ان الميه لونها ابيض، تمام؟ وريحته حلوه يا جماعه، ريحته نفاذه، ريحته حلوه، تمام كده؟ فده السيلينيوم الايطالي الاصلي عشان ما تجيبش اي نوع تاني ويطلع مضروب وتخسر فلوسك على الفاضي، تمام اهو. وهنبدا ان احنا نستخدم منه على المسق للحمام، وهقول لك دلوقتي اي حمام بالظبط اللي بيتحط له من السيلينيوم الايطالي ده.
تمام كده يا جماعه. فدي طريقه استخدامه على الميه جماعي للحمام، بنحط منه 1 سنتي على كل لتر ميه ونشرب منه الحمام اللي عندنا اللي احنا عايزينه ينتج ويبيض. تمام كده. اين حمام اللي احنا بنحط له؟ اللي احنا عايزينه ينتج ويبيض. يعني لو انت بتربي حمام عادي شعبي وعايز الحمام ينتج ويبيض، بتحط له طول ما هو لسه ما بطش. تمام كده. لسه ما بطش يبقى هو هياخد الاستفاده من الدواء، ولما يجي يبيض هيبقى البيض بتاعه مخصب باذن الله. طب هو بايض ورايد على بيض معاه زغليل، يبقى ملوش اي لازمه ان انت تحط له السيلينيوم الايطالي على الميه. تمام. طيب احط له امتى؟ لما الزغاليل تقرب تتفطم، احط للحمام لو معاه زغاليل وقربت تتفطم، عشان لما يجي يبيض تاني هتلاقي البيض بتاعه باذن الله كويس ومخصب ويبيض بشكل سليم. طيب لو انا عندي حمام زينه احط له امتى؟ برضو قبل ما يبيض. طب لو انا عندي حمام تحضين احط له ولا ما احطلوش؟ لا، حمام التحضين مش محتاج. طب الزغاليل والشبابات مش محتاجه، لو عايز تديه لهم كرافع مناعك تمام مفيش مشكله، عايز تديه لهم كمحفز للخصوبه، فهي الزغاليل والشبابات مش محتاجه محفز للخصوبه، اللي محتاج محفز للخصوبه الحمام الشغال او الحمام اللي على وش شغل. تمام كده. طيب لو احنا عايزين نستخدمه في البق مباشر نستخدمه ازاي؟ هقول لك حاجه من الاثنين، يا اما بالسرنجه، يا اما بالسرنجه. تمام. شرطتين بالشكل ده يا جماعه، اللي هم حوالي ربع سنتي. تمام كده. ربع سنتي بالسرنجه في البق مباشر لفرد الحمام، او ان احنا نعبيه في قطاره زي دي وندي كل فرد حمام في بقه من 3 نقط ل5 نقط. تمام كده. سواء للذكر او للنتاي، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما ربع سنتي بالسرنجه في البق، يا اما من 3 ل5 نقط بالقطاره في البق. ده بالنسبه لاستخدامه مباشر في بق فرد الحمام. طيب مده الاستخدام قد ايه؟ هقول لك مده الاستخدام من 3 ايام ل5 ايام. كل قد ايه بقى؟ دي المهم اللي لازم تاخد بالك منها. لو انت الحمام عندك لسه ما بطش هتديله الجرعه اللي هي 3 ايام او 5 ايام وتفوت 7 ايام وترجع تدي تاني 3 ايام وتفوت 7 ايام وترجع تدي 3 ايام وهكذا لحد ما الحمام يبيض. تمام كده. طيب لو الحمام عندي شغال وبيبيض وعنده انتاج باستمرار وانا عايز برضه استخدم له محفز الخصوبه، هستخدمه ازاي؟ هقول لك بنديله 3 ايام او 5 ايام خلاص الحمام باض وطلع الزغاليل والزغاليل بدات ان هي تكبر وخلاص هيبيض تاني، هبدا اديله كمان 3 ايام او 5 ايام لحد ما يبيض برضه باذن الله. طيب لو انا عندي حمام بقى باخد منه بيض وبحضن، تمام، زي مثلا ما انا بعمل كده في الحمام الزينه او اخواتنا بتوع الحمام الغزار او الحمام الزاجل، بناخد بيض من تحت حمام بنحضن تحت حمام تاني، هستخدم السيلينيوم ده ازاي؟ هستخدمه قبل كل عش. يعني ايه؟ يعني الحمام عندي هديله 3 ايام او 5 ايام باض البيضتين وخدتهم حضنتهم، بسيبه حوالي اسبوع، تمام، فبيبقى فاضل له حوالي 3 ايام او 5 ايام تاني ويبيض، فببدا ان انا اديله الثلاث ايام او الخمس ايام دول سيلينيوم تاني لحد ما يجي يبيض تاني. تمام. كل عش بنفس النظام ده. طيب عايزين نعرف سعر السيلينيوم الايطالي ده كام اللتر وسعره كام بالسنتي. هقول لك سعره اللتر انا ما اعرفش دلوقتي بقى كام بالظبط، لان المشكله ان كل يوم بسعر. تمام كده. وده طبعا منتج ايطالي فسعره بيرتفع على حسب ارتفاع سعر الدولار. تمام. فده يا جماعه سعره تقريبا ممكن يكون في حدود 450 جنيه او اكتر من كده، تمام، او اقل من كده، الله اعلى واعلم، بس هو بيتباع في السوق السنتي من جنيه لجنيه ونص. السنتي في السوق في العيادات البيطريه او عند اي حد بتاع فرشه ادويه في السوق ممكن تلاقي السنتي في حدود من جنيه لجنيه ونص. تمام كده. فده يا جماعه السيلينيوم الايطالي اسمه ايفيت من شركه اسمها تكنوزو. تمام. اهو شركه ايطاليه اسمها تكنوزو. تمام كده. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد، وكمان ما تنساش تعمل مشاركه للفيديو عشان تفيد غيرك بيه وتوصل المعلومه لكل الناس. ولو عندك اي استفسار او محتاجه موضوع نتكلم فيه اكتبوا لي في التعليقات تحت الفيديو وان شاء الله اجهز لك الموضوع وانزله لك على القناه في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم ابو مريم التونسي.